هاكا مربح بعد مسلسل النزيف يتواصل سلسلة أخرى من المسلسلات تاع إدارة شبيبة القبائل بقيادة العبقري ملال. هذا المسلسل هذا سميته مسلسل المهازل يتواصل. يا خويا آخر الأخبار تقول باللي شبيبة القبائل ارتبطت باللاعب قاسم من إثيوبيا، اللاعب العالمي. والله العظيم هادي مليحة، خليت لي 100 جوا اللي عندك لله بعتهم، ما بانش لا بعتهم باطل ولا بدراهم، لا بعتهم بدراهم قلنا شحال بعتهم، وين حطيتهم دراهم خويا؟ هذا واش نقولو لك، ماناش ندوموندي لالين خويا. تقول خليت فاميلتك في المانيا وجيت لا باش تلتها بجياسكا يا خويا. حنا لي سيبورتي تاع جياسكا اون لو دروا دو دوموندي دي كونت. هذا ما كان دير عند واحد صحفي يا خويا لي جوار هادو لي بعتهم شحال بعتهم واللي راحوا باطل قلنا راحوا باطل تو سامبلومون. انت جايب لنا جوار من ليثيوبي، مع احترامنا احتراماتنا للشعب الاثيوبي، شعب ناس ملاح ليثيوبيان، عرفتهم انا عرفتهم في ليترونجي، ناس ملاح وربي يخليهم. بصح انا نهضروا على الفوتبول خويا، انت تبيع بولايا باش تشي جوار من اثيوبيا قاسم سي ملال. انا ربك انا متقنبالي حمالك جات لو لي بونش اكيد. انت تقول خليت فاميلتك خويا، ولي لفاميلتك، ولي لفاميلتك، ولي لالمانيا خويا العزيز، ما تسحقش ما تسحقش جياسكا، ولي ولي لفاميلتك. وانت كي بويشار هذاك اللي جاي كي انت كي هو كي سيدي كي لا لا. والله يسهل عليكم. أيا بون ديبارك.